السلام عليكم، جيت النهارده اتكلم معاك عن ازاي تربح من خلال الفيسبوك. طبعا ناس كتيره جدا بتستخدم الفيسبوك، وناس كتيره برضو عندها جروبات وصفحات كبيره جدا مش عارفه تستغلها ازاي عشان تقدر انها تربح منها او تحقق منها مبالغ كويسه. جيت النهارده اتكلم معاك عن اشهر الطرق المستخدمه للربح من موقع فيسبوك ان شاء الله في الفيديو دوت. في البدايه ما تنساش تشترك في القناه عن الترز الاحمر الموجود تحت الفيديو، وتعمل لايك للفيديو وتتابعنا على الميديا الموجوده في الوصف. طيب في البداية احنا عندنا موقع الفيسبوك فاتحينه اهوت. اول الطرق اللي تقدر تربح منها وهي ان يكون عندك صفحة على الفيسبوك. طرق كتيرة جدا هتقدر من خلالها انك تستغل الصفحة بتاعة الفيسبوك ديت، وهي اولها انك تجلب الترافيك لموقع معين او لخدمة معينة او تسوق لحاجة معينة. خلينا نتكلم الاول عن الترافيك. لو عندك صفحة مثلا كبيرة على الفيسبوك وعندها تفاعل، تقدر انك تنشر فيها روابط لمواقع معينة وتجيب لها ترافيك وتقدر تربح من خلال ادسنس. طيب ايه هو ادسنس؟ هيكون برضو رابط الشرح بتاع جوجل ادسنس تحت في الفيديو، ودي اعلانات من الاعلانات اللي بتعرضها ادسنس، واللي لما كل ما يجي على الموقع بتاعك ترافيك والاعلانات دي تظهر في الموقع اكتر، كل ما انت ربحت من جوجل ادسنس اكتر. وبرضه هيكون في شرح للربح من جوجل ادسنس تحت في وصف الفيديو دوت. فاول طريقه وهي انك تجيب ترافيك للمواقع عشان المواقع دي تيجي لها زيارات وتربح من الاعلانات المعروضه عليها. الطريقه الثانيه وهي انك تسوق لمنتج معين. خليك مثلا هتربح من انك مثلا، خلينا مثلا ندخل كده على التسويق الالكتروني. طبعا ده موقع سيو، تمام، بيتكلم عن السيو ومحركات البحث والكلام دوت. خلينا مثلا ندخل على التسويق الالكتروني والتسويق في افليت سوق. تقدر تربح من صفحتك ازاي؟ عن طريق انك بتسوق لمنتجات من اي مكان معين، زي مثلا خدمه بتقدمها سوق افلييت، انك تقدر تسوق لمنتجات، ومن خلال لو الناس اشترت المنتجات ديت فانت بتحصل على نسبه من كل منتج. يعني هنا مثلا بقول لك قطع غيار اكسسوارات، يعني انت لو بعت مثلا منتج يخص قطع غيار اكسسوارات السيارات هتحصل على 7% من سعر المنتج دوت. خلي مثلا المنتج دوت سعره 10 دولار، ده نضرب مثال بس، اصل الحاجات تبقى مرتفعه جدا، فانت هتحصل على 7% من سعر المنتج دوت. فانت تقدر تربح من خلال انك بتسوق منتجات على الصفحه بتاعتك. وفي مواقع كتيره جدا بتعرفك ازاي تربح، عفوا بتمكنك انك تربح من خلال تسويق المنتجات، زي موقع سوق افلييت، وده الرابط بتاعه، وجوميا افلييت، سوق افلييت. لو دخلنا كده على سوق افلييت هيظهر ان الموقع، وبرضو عندك موقع جوميا للتسوق برضو بيقدم الخدمة دي، ده غير موقع امازون ومواقع كتير. فانت تاني طريقة تقدر تربح منها من خلال صفحة الفيسبوك او من خلال الفيسبوك، هي انك تسوق للمنتجات. تالت طريقة تقدر تربح بيها من خلال صفحة الفيسبوك انك تعمل شيرات للصفحات التانية. بنلاحظ كتير ان في صفحات كتيرة جدا مش عايزين نسوق لصفحة معينة، ولكن بنعرف او بنشوف صفحات كتيرة جدا بتشير بوستات من صفحات تانية. البوستات اللي بتبقى مشيرها دي معظمها بيكون مدفوع عليها، سعر البوست الواحد بيتراوح من 50 جنيه او 30 جنيه، او مرة بيرتفع ليه 70 جنيه و150 جنيه، على حسب قوة الصفحة وتفاعل الصفحة اللي انت بتروج منها. فتقدر تربح من الموضوع ده كويس جدا وتحقق مداخيل كويسه جدا عن طريق انك تعمل شيرات للصفحات التانية، وفي ناس كتيره جدا بتطلب الخدمه دي. حاجه تانية برضه تقدر تربح منها من خلال الفيسبوك او من صفحه الفيسبوك عموما، وهي انك تقدر انك مثلا تروج لخدمات معينه انت بتعملها، زي مثلا موقع خمسات. برضه هسيب رابط موقع خمسات تحت في الفيديو تقدر تتعرف عليه وازاي تربح منه. فموقع خمسات مثلا انت بتقدم خدمه معينه عليه، فانت تقدر تاخد رابط الخدمه ديت وتسوق لها على صفحه الفيسبوك بتاعتك بحيث يجي لها مشترين وتربح من خلال مشتري. يعني خدمه زي مثلا كتابه مقالات او متابعين انستجرام، فانت تقدر تاخد رابط الخدمه ديت وتبدا انك تروح على الصفحه وتشيرها فيها، ومن خلال كده تقدر تربح برضه او سوقت للمنتج بتاعك دوت. ده غير في طرق تانية كتيرة جدا على نفس المنوال، ولكن ديت أشهر الطرق إنك تقدر تربح من صفحة الفيسبوك. الطريقة اللي بعد كده هي طريقة أضافتها الفيسبوك مؤخرا، أو في
السنة دي، وهي انك تقدر تربح من خلال عرض اعلانات على الفيديوهات في صفحتك على الفيسبوك. يعني انت مثلا عندك صفحة فيسبوك مشهورة، مثلا تخطط حاجز 10,000 معجب او فانز، فانت بالتالي هتقدر تعرض على الصفحة بتاعتك ديت اعلانات، ومن خلال كده تقدر تربح من الاعلانات اللي معروضة على الصفحة بتاعتك ديت. ودي خدمة تقدر تتعرف عليها من خلال، مثلا لو كتبنا كده الربح من الفيسبوك، فبالتالي لما نكتب الربح من الفيسبوك هيبدأ يدخلك على المقالات اللي بتتكلم عن الموضوع ديت، واللي بدأ يتعمل لها شرح كتير في الفترة الأخيرة. يعني مثلا تفعيل الربح على من فيديوهات، تقدر تشوف مقالات من ديت بتعرفك ازاي تفعل الربح بتاعك على صفحة الفيسبوك بتاعتك، وتقدر تربح من خلال عرض اعلانات على الفيديوهات اللي بتنشرها عندك في الصفحة زي نظام اليوتيوب كده بالظبط. فدي ميزة اضافتها فيسبوك مؤخرا، انك تقدر تربح من خلال صفحتك على الفيسبوك من خلال انك بتعرض اعلانات في الفيديوهات بتاعتك على الفيسبوك. طبعا في اهي مثلا كده، فاحنا دخلنا كده على مثلا الرابط هنا كده، زي ما انت شايف كده فيسبوك بيزنس، او هنخش على استوديو مبدعي المحتوى في فيسبوك عشان نقدر نتعرف على الميزة ديت اللي تقدر تفعلها على اي صفحة من الصفحات اللي بتملكها. وده هيستفاد منها الناس اللي عندها صفحات كبيرة وبيجي عليها تفاعل كبير جدا، وبدون ذكر اسماء صفحات، فناس كتيرة مشغلة الميزة ديت على الصفحات بتاعتها. زي ما انت شايف كده الفواصل الاعلانية، تقدر تنتقل لاستوديو منشور محتوى وتتعرف اكتر على الموضوع، تقدر تقرا مقالات اكتر وتعرف ازاي تفعل الميزه ديت على الصفحه بتاعتك. حاجه تانية حابه اتكلم عنها، وهي الربح من الجروبات. لو عندك مثلا جروب كبير، عندك فيه تفاعل كتير، عندك فيه اعضاء كتير، عفوا الماوس وقع، فاحنا زي ما قلنا كده لو عندك مثلا جروب كبير تقدر تربح منه برضه عن طريق انك تجيب الترافيك للمواقع زي ما اتكلمنا بالنسبة للصفحات، وتقدر انك تأجر برضو الجروب بتاعك دوت لناس بأسعار خرافية جدا، ناس برضو عشان تجيب منه ترافيك للمواقع بتاعتها. في ناس كتيرة جدا بتقدم انها تأجر الجروبات ديت لفترة محددة، مثلا اسبوع شهر، زي ما المدة اللي انتوا هتتفقوا عليها، تقدر تأجر بيها الجروب بتاعك لناس معينة. والناس كتيرة بتطلب الخدمات ديت على جروبات زي جروب خدمات سوشيال ميديا، وجروب سيو وتبادل خبرات سيو، وجروب سوشيال ميديا، وجروبات كتيرة جدا تخص السوشيال ميديا ناس بتطلب الخدمات دي من عليها. بس هي دي كانت أشهر الطرق اللي تقدر تربح بيها من خلال، عفوا، اللي تقدر تربح من خلال الفيسبوك عن طريقها والمستخدمة. غير كده في طرق كتيرة جدا جدا، ولكن ديت أشهر الطرق اللي تقدر تربح بيها من خلال الفيسبوك. في البداية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عن طريق الزر الأحمر موجود تحت الفيديو، وتعمل لايك للفيديو، وتتابعني على السوشيال ميديا الموجودة في الوصف. والسلام عليكم.